كما قلت كانت سيتي اون باسيون، كان شغف انه نعرف بحومتي، انه نعرف بالقصبه وبكاع بلادي للناس اللي تعرفها والناس اللي ما تعرفهاش. واخترت القصبه على يعني بريسيزمون باسكو هي اون فادير محكوره، باسكو ماشي كاع الناس يعرفوها. واش يقول لك واش يعرفوا الناس عندهم لي زيدي روسو، يقول لك اه تخش القصبه سي دونجورو كوم بارتو دون الموند اي توسا، يقول لك خطيره اي توسا اي توسا. علاش وعلاش كي تجوا ادخلوا شوفوا بعينيكم ومن بعد تبدلوا رايكم. انا بها حبيت اخترت القصبه وباسكو عزيزه عليا، باسكو نط فيها، تربيت فيها، ماليا فيها، جيراني فيها، احبابي فيها، هذه هي سي بوغ سا اون غرو فوالا. الو الدافع اللي خلاني نخير باش نكون مرشده سياحيه هي هذيك الحكايه، انه كي كنت صغيره كي كنت في السنه السادسه نشفاكي اليوم، جمعيه اولياء التلاميذ في المسيد دارونا رحله، داونا للمتحف القصر تاع خداوج العميه اللي هو متحف تاع التقاليد الشعبيه دوكا. كي رحنا لحقنا لتماك كانوا دو غيد، كان راجل وكانت المراه. قال لي بابا خلي معمن تروحي، قلت نروح مع المراه. هذيك المراه داتنا حوست بينا كاع القصر، دارت بينا، دخلتنا الاماكن اللي مغلوقه، ورات لنا وشرحت لنا بالديتاي الممل. ومع الاخر كي كنا رايحين كانوا يسقسيونا، قالوا لنا واش راكم حابين تولوا كي تكبروا؟ غير اللي يقولوا انا طبيب، انا مهندس، انا رئيس. كي لحقوا لالا كنزه سقساوني قالوا واش كي حابه تولي؟ قلت لهم انا راني حابه نولي كما هذيك المراه. وما كنتش على بالي بلي هذيك المراه مرشده، ما كنتش على بالي من با بلي هذيك الخدمه خدمه وانه اسمها مرشده سياحيه، ما بعرفش من با واش كانت دير. قلت لهم انا حابه نولي كما هذيك المراه. والحق النهار انه حققت الحلم تاعي، حققت الشغف تاعي، وليت كما هذيك المراه، وعاودت وليت للمتحف وتعلمت نقدروا نقولوا بلي الربع قاعد واش نعرفوا انه هذيك المراه هي اللي علمته لي. فوالا اي جو لا ريميرسي بوكو بوكو بزاف بزاف فوالا.